أسماء الإشارة حلوين آخر شطارة، بشاور بيهم على أخويا وأختي والكل والجارة، بشاور بيهم على أخويا وأختي والكل والجارة. الوالد أقول له هذا مفرد مذكر هذا، والبنت تبقى هذه مفرد مؤنث هذه، والد وصاحبه هذان اتنين مذكر هذان، بنت وصاحبتها هاتان اتنين مؤنث هاتان، أصحابي كلهم هؤلاء أولاد وبنات هؤلاء، زي الشربات هؤلاء. أسماء الإشارة حلوين آخر شطارة، بشاور بيهم على أخويا وأختي والكل والجارة، بشاور بيهم على أخويا وأختي والكل والجارة. أسماء الإشارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حكاوي أمان، المعلومة والفكرة والغنوة والضيف الجميل. النهاردة حلقتنا مختلفة، جايين لكم مباشرة من معرض الكتاب. كنا بنقدم هناك ورشة جميلة بعنوان حكاوي أمان في معرض الكتاب. النهاردة طلع علشان أصحاب الحلوين اللي ما قدروش يحضروا معانا في المعرض نوريهم الحاجات الجميلة اللي احنا قدمناها هناك، نماذج طبعا بسيطة من اللي احنا قدمناه، وبنقول لهم ان احنا ان شاء الله، انا كنت فاهمة ان انا هكون موجودة النهاردة بس، لكن اتفاجئت بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الورشة بتاعتي مباشرة. عملنا ضجة كبيرة جدا في الورشة وسمعنا جدا، وهتسمعوا القناة الأولى بتتكلم عن ورشتنا النهاردة إن شاء الله كمان على التلفزيون المصري. قدمنا حاجات حلوة جدا، والمفاجأة إن احنا هتكون لينا ورش تانية في معرض الكتاب إن شاء الله، يعني اللي ما قدرش يشرفنا النهاردة هيشرفنا تاني. رحبوا معايا بفريق عمل المعلمة المحترفة اللي هيتكلم معايا ويقدم معايا النهاردة بعض الفقرات والنماذج اللي قدمناها في الورشة. رحبوا معايا أستاذة هند عادل، أهلا بيكي. أستاذة أسماء أبو اليزيد، أستاذة نجلاء، أهلا بيكو، شرفتوني في حكاوي أماني، فرحانة بيكو جدا، وبوجه رسالة شكر كبيرة جدا من مكاني لفريق المعلمة المحترفة، الفريق القوي اللي أنا بتشرف بإدارته، فرحتوني وشرفتوني، سمعتوا الناس موهبتنا، استجبتوا للورشة من كل محافظات مصر من على الهواء مباشرة. بشكركم أمام الجميع، عاش فريق المعلمة المحترفة، أهلا بيكم. أهلا. النهاردة قدمنا لأطفالنا حاجات جميلة جدا أنا سعيدة بيها، لفتنا نظر كتاب هناك، صحفيين، قنوات كمان كانت بتتفرج علينا، والمفاجأة بالنسبة لي إن أنا كنت لمحة ناس كبيرة في اعبارها كبيره واقفه بتتفرج علينا وتقريبا ما كانتش بتبربش. احنا قدمنا النهارده فقرات حلوه للاطفال، ما بين استاذه هند كلمينا عن حاجه من الحاجات اللي قدمناها النهارده للاطفال. قدمنا للاطفال سلوكيات، علمناهم سلوك معين، هنعلمهم مثلا زي التنمر. تنمر، ظاهره التنمر كلنا عارفين اولادنا بيعانوا منها ازاي، في المدارس، في الحضانات، في الشوارع، بين الطفل والبيت ابوه وامه، ظاهره التنمر منتشره جدا، فاحنا حبينا نقدمها للاطفال النهارده في الورشه بشكل مبسط جدا، وكلهم كانوا مبسوطين قوي وقالوا احنا عمرنا ما هنتريق على حد ولا عمرنا هنشتم حد. جاهزين لاول فقره معانا؟ تمام. تتريق وتقول للساره بص صاحبنا لابس نضاره، بتهزر وفاكرها شطاره، زعلانه منك قوي زعلانه، من صاحبك كده ليه بتتنمر، وكل مره تشوفه بتشور، يا اياد اعقل يا اياد فكر، لا تتنمر لا تتنمر، لا تتنمر لا تتنمر، اوعى تقول له شكلي وشكلك، اشكالنا يمكن مش واحده، في كل واحد ميزة مختلفة ربنا خلقه زي ما خلقك، لا تتنمر لا تتنمر، راقب عملك راقب قلبك، ربنا شايفك ربنا سامعك، قول لصاحبك آسف يلا. دي كانت أول فقرة معانا عن التنمر، عجبت الأطفال جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، والبسمة ما تشالتش من على
وششهم. طيب عنوان حلقتي النهارده حكاوي اماني في معرض الكتاب. هنطلع نشوف فيديو وارجع لكم تاني ان شاء الله. المعلمة المحترفة مس أماني، كورس بيبدأ كل جمعة حقق دي الأماني، اتعلمنا وتغيرنا وكل قلوبنا خير، وكل واحدة فينا طبعا تقدر على التغيير بكل طاقة وببراءة مكملين طريقنا. تربية تعليم أخلاق ودين متعة تعليم حياتنا، يا رب عيننا اكبر خاطرنا ارزقنا الطاقة والقوة، يا رب عيننا اكبر خاطرنا ارزقنا الطاقة والقوة. المعلمة المحترفة وصلنا وصلنا وتجمعوا الأحباب عرشة مس أماني في معرض الكتاب. لو سمعتونا مرة هتستنونا عالباب، المعلمة المحترفة زي ما قال الكتاب. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا الفيديو الجميل. فريق المعلمة المحترفة بشكركم تاني، حليتوا الورشة وجملتوها بإطلالتكم الحلوة وبصوتكم الجميل وبوشكم البشوش وبالبهجة اللي رسمتوها النهاردة على وش الأطفال والكبار. زي ما قالت مس هند، احنا اتكلمنا عن التنمر، كنا مهتمين جدا ان احنا نتكلم عن السلوكيات اكتر مع اطفالنا، لان الجانب ده كلنا عارفين ان هو مهم جدا، اهم من الشغل الاكاديمي اللي احنا دايما بنقول ان احنا لازم نعلم ولادنا اخلاقيات من الصغر، والبذره بتاعتي لازم تنبت نباتا حسنا. اتكلمنا النهارده عن سلوك تاني. انا شخصيا كنت شفت ولد اتريق على حد بيبيع مناديل، فربنا رزقني الفكره بفضل الله سبحانه وتعالى وطبقتها عندي في الحضانه وعملناها. عملنا صوره للولد وجبنا صوره لشخص بيبيع مناديل وقدمناها للاطفال بشكل غير مباشر، عشان احنا اتفقنا الغير مباشر هو الفعال. جاهزين؟ قصه احمد وعمه امين. احمد ماشي في الشارع قبله راجل طيب واسمه امين. عمه امين يا صحابي كان قاعد بيبيع اكياس المناديل. احمد عدى من قدامه، لا وكمان ضايقه بكلامه، هق 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 بتبيع مناديل، روح روح يا عم امين. يا احمد الطريق له اداب، لا اضايق حد بالفاظي ولا اسخر من عمه كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بفضل الله عملناها في الحضانه وفهم ولادنا يعني ايه اني ما ينفعش اشتم حد ولا اتريق على حد، بالعكس لما الاقي راجل كبير في الشارع انا ممكن اساعده. وفهمناه ان عمه اللي بيبيع مناديل ده مش بيشحت، ده بيبيع عشان يقدر يساعد اولاده، ووصلت الفكره بفضل الله. ايه تاني يا مس اسماء قدمنا النهارده مع اولادنا في ورشه معرض الكتاب؟ قدمنا ساعه جميله من اعدادك الخاص. مس اسماء ابو اليزيد يا جماعه الفنانه الجندي الخفي في كورس المعلمه المحترفه، هي اللي بتعمل كل الوسائل الجميله، الفريق كله الحقيقه بيعمل، بس هي بتجتهد قوي بذمه، ممكن ما تنامش بالثلاث ايام عشان تطلع الحاجه جميله جدا. اللهم بارك، الساعه حلوه جدا. ممكن تقولي لي بسرعه عشان الامهات اللي بتتفرج علينا، عملتيها من ايه؟ ايه الخامات اللي استخدمتيها؟ نصبيان، كانسون، فوم، فيل. هو ده صعب يا مس اسماء على الام او على المعلمات اللي بتتفرج علينا انها تقدم وسيله، ممكن نرفعها لفوق شويه؟ تمام. صعب على الام انها تنفذ وسيله زي دي؟ لا مش صعبه خالص، جميله جدا خالص. هعلم ولادي الوقت في الحضانه بطريقه سهله وجميله وشيقه ومن خلال اغنيه. جاهزه لده ايه ياسر؟ الساعة في ايدك كام يا اسر؟ الساعة كام؟ الساعة 60، نصها 30، ربعها 15، تلتها 20. جميل جدا. يعني هنا الام ممكن تستخدم الاسهم بالظبط، وهي بتعلم لي الساعة 60، 60 نصها 30، ربعها 15، تلتها 20. بكل بساطة وبأغنية وبوسيلة انا علمت ولادي
الوقت بيتقسم ازاي، وممكن كمان ان انا اعلمه يحط العقرب الصغير فين والعقرب الكبير فين، ويقولها لي مثلا الساعة 1 بالظبط او الساعة 2 بالظبط او الساعة 3 بالظبط، عشان تبقى سهلة على اولادنا. بلاش في مرحلة الكيجي تبقى وربع وتلت والا ربع، لانها تبقى صعبة عليهم شوية، لكن ممكن نعلمهم بالظبط. وهي بالظبط لو هو مسك العقارب بايديه هو هيعرفها على طول، يعني حولناها لوسيله وسيله تفاعليه جميله. غير لما انا ابقى ماسكه الساعه او مدياله الساعه مثلا محطوطه على الحيطه واقول له تبقى صعب عليه. بالظبط، انما كده انا شايفه ان هو ممكن لو محطوطه في اي كورنر في البيت حتى الطفل ممكن يقوم يلعب ويرجع تاني. ده هو ممكن يحب بعد كده يقول لمامته لا انا عايز قلب الساعه في ايدي عشان انا عايز اعرف الساعه كام. فيبقى درس الوقت من خلال الوسيله حاجه سهله وبسيطه جدا مع اولادنا. مس نجلاء، قدمت لنا ايه النهارده في الورشه معانا للاطفال الحلوين؟ كانت الحواس الخمس، عرفناهم فين الانف فين اليد فين الاذن، بس بطريقه طبعا بالاغنيه بطريقه مبسطه جدا ليهم، قلناها لهم. فقلنا لهم ايه؟ خمس حواس. انا عندي خمس حواس، انا عندي خمس حواس، انف وشم اصل الاغنيه بالنسبه لي جديده فمعلش. شم ولمس وتذوق، رؤيا وسمع كمان، ربنا خلقهم ليا ليهم اهميه، وكل حاسه فيهم انا بعمل بيها حاجات، انا بعمل بيها حاجات. جميل جدا. وطبعا بتفهمي بقى اولادك ان الانف دي لحاسه ايه يا اصحابي بتفرجوا علينا؟ لحاسه، ها سامعاكم بتقولوا ايه؟ الشم. والعين للرؤيه، والاذن للسمع واليد او اللمس، حاسه اللمس ها بتبقى بايدي، وبالفم حاسه ايه؟ التذوق. طبعا التنوع جميل، قدمنا سلوكيات، قدمنا تعليم، قدمنا حاجات تخص الساينس. فكره الوسائل انتوا شايفين ان هي مهمه جدا جدا، مهمه جدا. المعلومه من خلال وسيله بتوصل للطفل المعلمه المختلفه كتير. شفتوا الاطفال النهارده في الورشه كانت مبسوطه ازاي؟ جدا. كل ما اقول لهم انا عندي برنامج بعد ساعتين انا همشي واسيبكم، يقولوا لي لا خليكي، انا همشي لا خليكي، ما كانوش عايزين. دي حقيقه فعلا. كانوا مبسوطين. حكايه يا مستي، اتفضلي. في ولد كان عايز يروح التواليت، قام استاذن من حضرتك عشان يروح. ده حقيقي حصل. كان في ولد من اللي حاضرين من الورشه النهارده اللي انا اعرفه ولا هو يعرفني، فاتفاجئت بيه جاي بيخبط على كتفي، مس مس مس. قلت له نعم يا حبيبي. قال لي ممكن اروح التويليت من فضلك؟ فقلت لهم شفتوا سلوك الولد؟ هو لا يعرفني ولا انا اعرفه، بس هو مبهور بيا، هو شايفني قدوه، لا راح استاذن باباه عشان يروح التويليت ولا راح يستاذن مامته، ده جالي انا من وسط الحضور كله يستاذني انا في انه يروح الحمام. فالولد دوت عمل السلوك ده بشكل غير مباشر، محدش طلب منه انه يروح يستاذن الناس، لكن هو في اللحظه دي شافني معلمه صالحه ليه بفضل الله سبحانه وتعالى. الاغاني اللي احنا بنقولها النهارده موجوده في كتاب اغاني امين، متعه التعليم الصح موجوده في كورس المعلمه المحترفه، اسلوبنا بفضل الله مختلف، وصلنا كل محافظات مصر وكمان بقينا بره مصر، عمان الكويت السعوديه بفضل الله انتشرنا. في معلمات كتير جدا من المعلمه المحترفه مسكوا مدارس خاصه طوروا فيها التعليم، جددنا الافكار، بهرنا الكبار والصغار في الله سبحانه وتعالى، لان اسلوبنا مبسط وجميل. وكل الحضانات تقريبا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى جوه مصر خلاص بقت ماشيه بنهج المعلمه المحترفه. محضرين ايه تاني؟ محضرين نشاط تعليمي. جميل. مدرسه الحركات اكاديمي عندنا محترف. الحركات القصيره، الفتح والكسر والضم، هتقولها مع بعض انتوا الثلاثه؟ تمام. يلا. احنا الثلاثه سكر نباتة، احنا الثلاثه حاجه شربطاطا. انا اسمي فتحة، وانا اسمي كسرة، وانا اسمي ضمة، احنا الثلاثه ننجز المهمه. انا اسمي الفتحة وفوق الحرفة حطوني كتبة وعدة، وانا اسمي الكسرة وتحت الحرف تلاقوني تعبة فاهمة، وانا اسمي الضمة وفوق الحرف تلاقوني ضموني يلا ضموني يلا اخطفوني شريبة دريبة. احنا في الكلمة حاجة مهمة، من غيرها لا نكتب ولا حتى نقرا، احنا التلاتة احنا التلاتة. جميلة جدا، اللهم بارك، حلوة قوي. يعني كمان القراية والكتابة
بقت بالنسبه لنا متعه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. مش عايزه اضيع وقت وعايزه اعرف قدمنا ايه تاني. تمام، قدمنا الحيوانات، عرفنا الاطفال حيوانات. يلا نبدا. انا عايزه اقول لكم ان انا بكون مستمتعه وانا بعمل الحاجات دي، ما بالكم الاطفال اللي بتتفرج علينا فعلا بتكون مستمتعه ازاي. طيب ده نشاط عن الحيوانات. جميل، يلا جاهزين؟ تمام. في يوم من الايام قالت لنا مس اماني، ربنا كرم الانسان وضعه في اعلى مكان، وصانا يا حبايب قلبي ما نأذي الحيوان، وفي عالم الحيوان قوموا يلا تعالوا هنا وشوفوا هتلاقوا اشكال والوان، عالم الحيوان عالم كبير في منه طيب اسمه الف، فيه مفترس اوعى تقرب له ده عنيف قوي، يلا بعد عنه، رقبتها طويله تبقى الزرافه، رقبتها طويله تبقى الزرافه، عنيف عنافه ده اسد الغابه، عنيف عنافه ده اسد الغابه، شقي ونمرود قرد القرود، بيحب الموز قرد القرود، يلعب على طول قرد القرود، زلمته طويله دي الفيل قلو هيلا 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 هيلا. برافو عليكم، جميله جدا. الحيوانات الجميله دي مين فيكم عملها؟ انا عملتها يا مس اماني. ممكن تقولي لي عملتيها ازاي؟ عشان معانا امهات النهارده، انا متاكده ان هي حابه تعرف اولادها الحيوانات بالشكل مش تقليدي، بالشكل اللي انت عاملاه ده. هو الرسم بيبقى صعب جدا على ولية الامر لو هي هتعمله. ممكن تعلي صوتنا شويه؟ الرسم بيبقى صعب جدا على ولي الامر لما هو بيعمله، فانا بروح مطبعه بطبع الصور على طول جاهزه بستيكر عشان اقدر اشيل من غير شمع ومن غير مسدس استخدمه ولا اي حاجه، بجيب النصبيان بلزق الطبعه اللي انا عملتها على النصبيان وبعد كده بفرخها بتطلع بالشكل ده. جميله جدا، يعني بسيطه جدا، جدا ما فيهاش جدا اي مشكلة. جدا خالص، يعني مش هتعمل فيها المجهود الخرافي يعني. لا بتبقى بسيطه لاي ام ان هي تقدر تنفذها مع اطفالها. جميل، عايزه اقول حاجه هي ممكن الام ما تقدرش تفرغ النصبيان لانه هو جامد على ايديها، ممكن تستبدل النصبيان بفوم، بنقدر نستبدل بفوم ساده او كرتون مثلا، او كرتون حاجه ابسط، يعني كرتونه تكون موجوده عندها في عشان نبسطها لها شويه. ممكن تكسر تقول لك لسه هروح اجيب نصبيان، يعني ممكن تكون يعني اغلبيه بيوتنا دلوقتي بقى فيها الطباعه، بقى فيهم الطبعه الصغيره بنطبع، بنجيب من على النت على طول ونطبع، فهي هتطبع وتحط على كرتونه وبيوتنا كتير مليان فيها الكراتين يعني. تمام، عايزه اسال مثلا ده اكتر حاجه لفتت نظرك او عجبتك في ورشتنا النهارده في معرض الكتاب كانت ايه؟ عملنا سكتش الاطفال كان خاص بالايس كريم، بس طبعا الاطفال اخذوا مننا عشان نعرف نعرضه على الحلقه. الاطفال استمتعوا جدا، يعني ايه هتقول لنا ايس كريم، عملنا سكتش وقدمناها لهم، بقوا مستمتعين، احنا تعالوا لنا كل يوم، احنا عايزين نتفرج عليكم كل يوم. ولفت نظري ان اولياء الامور نفسهم كانوا مستمتعين اكتر من الاطفال، كانوا بيتسابقوا مين يقف الاول يتفرج عليه. جميل جدا. استاذه اسماء، في حاجه لفتت نظرك برده في المعرض او عجبتك النهارده؟ لفت نظري حاجه غريبه جدا بصراحه النهارده قابلتها هناك، ان اولياء الامور جايين بيقلبوا في الوسائل، هم مفكرين ان الوسائل دي بتتباع. تمام، او يعني انتوا عاملينها ازاي؟ او يعني كانوا عايزين يشتروها. يشتروها. طيب بالظبط كده، انتوا ما شاء الله عليكم في شغل الارت ممتازين جدا، واحنا منزلين ارقام التواصل بيكم. انتوا الفريق يا جماعه بيفرش حضانات وبيعمل وسائل تعليميه وتفاعليه وباسعار بسيطه جدا عشان يساعد بها الامهات او المعلمات اللي مش ليها قوي في شغل الارت، فاللي حابب اي ينفذ اي وسيله من الوسائل اللي قدامنا او يفرش حضانته باسعار يعني تكاد تكون رمزيه جدا، لان احنا عندنا الفريق هنا ما شاء الله بيدعم الام قلبا وقالبا، يقدر يتواصل مع فريق العمل بعد الحلقه ان شاء الله. قدمنا ايه تاني؟ كف ايديكم للسلام. كف ايديكم للسلام، حملت جسمي غالي عليا، حملت جسمي غالي عليا، انا طبقتها من 3 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى في حضانتي، في حضانه المناره الحديثه. كان نفسي اوعي الاطفال في سن صغير ازاي يحافظوا على جسمهم، وفي نفس الوقت الموضوع جريء جدا ان انا اتكلم فيه، فازاي اقدر اوصله للاطفال بشكل مبسط. ربنا برده رزقني بفضل الله سبحانه وتعالى الفكره، وقدرت اتكلم مع اولادي وانزل لمستواهم واعمل لهم وسائل بسيطه جدا، وافهمهم ان في بوسه حلوه، اللي يبوسني من هنا دي بوسه حلوه، واللي يبوسني من هنا دي بوسه مش حلوه، ما اسمحش لاي حد يبوسني ولا اي حد يلمس جسمي، وانا خلاص كبرت لازم اتعلم اتشطف لوحدي، انا بقيت كبير. ووعدتهم وفضل الله سبحانه وتعالى انقذت طفله في الحضانه عندي، وكتبت عن الموضوع ده جريده الوطن وموقع اسمه اتفرج على اليوتيوب،
وصاب ضجه جامده جدا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحضانات كتير بقى بدات تنشره في الحضانات كلها وفي المدارس موضوع ان ازاي اوعي الطفل انه يحافظ على جسمه. عملنا لهم في الورشه بتاعت النهارده حاجه بسيطه جدا، وقلنا لهم لما يكون في المعرض او في سوبر ماركت او في اي مكان وماما بعدت عنك وحد غريب بيسلم عليك، هو هيسلم عليك بايه؟ هيسلم عليا بكف ايده. يبقى الغريب دوت كف ايده هو كبيره معاك انه يسلم عليك بكف ايديه بس، ايده دي ما تروحش لاي مكان تاني في جسمك. وعملنا كف ايديكم للسلام، وقلنا هنقول تحذير، هنقول تحذير، هنقوله لمين؟ هنقوله لمين؟ للناس الوحشين. كله يسمع باهتمام كف ايديكم للسلام، مش علشان تأذوا البراءة وتعاملونا بدون إحسان، في المدرسة والبيت والنادي في الحضانة مع مس أماني، اتعلمنا البوسة الحلوة في مكانها من مين اخدها، انا واعي ومش بخاف لبابا وماما هقول كمان كف ايديكم للسلام، كف ايديكم للسلام، انا جسمي غالي عليا اوعى تقرب ليا، جسمي غالي عليا اوعى تقرب ليا، شوفني بعين الاب واحترمني بجد، انا واعي ومش بخاف لبابا وماما هقول كمان كف ايديكم للسلام، كف ايديكم للسلام. الحمد لله وصلت الفكره، وصلت المعلومه. حكاياتنا كتير، واخر حاجه بس عايزه اقولها النهارده لفتت نظري، كنت اول مره اقدمها في حياتي في شغلي، ان انا بدات اتكلم عن الاتيكيت، اتيكيت التعامل مع الاخرين، اتيكيت الطفل ازاي يتعامل معاه وهو بيكلم باباه ومامته، ازاي وهو عند ضيوف يعمل ايه، يتعامل ازاي لما اكون في زياره لحد، ابقى مؤدب فوق الحد، اطلع صوتي لا لا لا, 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 لا. كاني ببيتي لا لا, لا لا لا، ابقى ولد نوتي لا لا لا, لا, لا. امال ايه؟ ابقى مؤدب. النهارده كلمت ولادي عن اتيكيت التحدث في الهاتف. سعيده بالفقرات اللي قدمناها النهارده، وانتظرونا باذن الرحمن في فقرات تانية في ورش معرض الكتاب، هعلن عنها على البيج في اخر كلامنا. رح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور احلى جنه. اشوفكم بخير ان شاء الله في حلقه جديده من حكاوي اماني الحلقه اللي جايه. هنطلع نشوف فاصل، مع السلامه. وديني كمان بقول لك احلامك بكره جاي.